زميلي كيف تجري أو زميلتي هاجر، كيف هي مجريات الاستفتاء عندك؟ نحن نتواجد الآن بإحدى مراكز التصويت بعاصمة ولاية ورقلة التي تحصي هيئة ناخبة تقدر ب 372 ألف ناخب موزعين على 951 مكتب تصويت من بينها 6 مكاتب متنقلة. العملية الاستفتائية تجرى في ظروف جد عادية وفق بروتوكول الصحي المعد لها. القاعات مزودة بالمعقمات، المؤطرون والناخبون يضعون الأقنعة الوقائية، أيضا مسافة التباعد الجسدي متواجدة. وقد خصص لهذا اليوم الاستفتائي أيضا طابور خاص للفئات المسنة والمصابين بالأمراض المزمنة لتسهيل المهمة عليهم وحفاظا على سلامتهم وصحتهم. انطلقت عملية التصويت على مستوى مراكز التصويت الاستفتاء بولاية ورقلة منذ الساعة 8 صباحا وتتواصل إلى غاية 7 مساء من نفس اليوم. ينتظر أعداد كبيرة من الناخبين، هذا ليس بالغريب على أبناء مدينة ورقلة الحاضرون دائما وبقوة في ويلبون نداء الوطن. الإمكانيات أيضا المادية والبشرية وفرت وسخرت لإنجاح هذا اليوم وليكون هذا اليوم في وليمر هذا اليوم في أحسن الظروف. لله الزميلة هاجر بن كران، كنت معنا مباشرة من خلال هذه الصور المباشرة من ولاية ورقلة. نقف